تتابع الليل والنهار. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتفكر فيما حولنا من المخلوقات، وأن نتأمل في الكون وما فيه من الآيات التي تبين عظمة الله عز وجل وبديع صنعه. ومن هذه الآيات حدوث تتابع الليل والنهار الذي نشاهده كل يوم، فهو من الآيات التي أمرنا الله عز وجل بتدبرها والتفكر فيها. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولكي نفهم كيف يتم تتابع الليل والنهار، لابد أن نعلم أن الأرض التي نعيش عليها عبارة عن كرة كبيرة جدا، وأنها تدور حول نفسها باستمرار دون أن تتوقف، وأن الشمس هي مصدر الضوء الذي ينير الأرض أثناء النهار، وعندما تغرب الشمس يأتي الليل ويحل الظلام على الأرض. وأثناء دوران الأرض حول نفسها يكون جزء من الكرة الأرضية مواجها للشمس فتمده بالنور والضياء، ونتيجة لذلك يظهر النهار على هذا الجزء. أما الجزء الثاني من الكرة الأرضية فلا يكون مواجها للشمس، ولذلك لا يصل إليه نورها وضياؤها، فيحل الظلام عليه ويجيء الليل. وباستمرار دوران الأرض حول نفسها يتغير وضع الكرة الأرضية، فإذا بالجزء الذي كان مواجها للشمس يبتعد عنها ويتحول إلى الناحية الأخرى، ولذا يذهب النهار عنه ثم يظلم ويحل عليه الليل. أما الجزء الذي كان مظلما فإنه يواجه الشمس وتشرق عليه بنورها فيتكون عليه النهار، ويتكرر ذلك كل يوم في الصباح والمساء دون أن نشعر. فسبحان من جعل الأرض تدور حول نفسها وخلق من ذلك الليل والنهار، فسبحان الله العظيم.